الطافر، خروج اللاعب رقم 27 عبد الله الجوي، ودخول اللاعب رقم 8 مصعب الأخير. خروج اللاعب رقم 49 هارون كومارا، ودخول اللاعب رقم 66 عبد العزيز الدوسي.
الباطن سجلوا اللاعب رقم 99 جورجي سيلفا عند الدقيقة 69. الجمهور الحاضر في هذه المباراة 2721 مشجع. نادي الباطن خروج اللاعب رقم 18 عبد الملك الشمل ودخول اللاعب رقم 14 خالد تخيل.